قوة إلا إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى نبياً عن أمته ورسولاً عن قومه، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله عز وجل، فإن خير ما يتزود به المسلم تقوى الله، لقوله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أما حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى موضوع خطبة مباركة: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وانطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وانطلاقا من قول مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. عباد الله، لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، أراد بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خير في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة. ولما نادانا الله عز وجل بتقوى أيقى الخوف منه عز وجل. ولقد سئل سيدنا الإمام علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله بعض الصحابة عن حقيقة التقوى، فقال له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم دار العلم، ما حقيقة التقوى؟ الصحابة رضوان الله عليهم استفتنا سيدنا علي رضي الله عنه عن حقيقة التقوى، لأن التقوى معناها كثير ومقصدها واحد، فهو الخوف من الله عز وجل. فقال سيدنا علي بكلام وجيز وشاف ونافع، قال رضي الله عنه وكما نهى: حقيقة التقوى أربع: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. لما كان سيدنا علي رضي الله عنه خلص التقوى في هذا الأربع، جمع فيه معالم التقوى كلها: الخوف من الجليل، وهو اسم من أسماء الله عز وجل، بمعنى أن يخاف العبد المؤمن الموحد الله عز وجل في كل ما يأمر وفي كل ما ينهى. إذا قال الله عز وجل للعبد المؤمن افعل، العبد المؤمن يفعل، وإذا قال له الله عز وجل لا تفعل، العبد المؤمن لا يفعل. هذا هو حقيقة التقوى، أن يكون امتثالا لأمر الله عز وجل في جميع أمور حياته، في السراء والضراء، في المنشط والمكراه. هذا هو الخوف من الجليل. والعمل بالتنزيل، أي العمل بما أنزله الله عز وجل
على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل إلى آخر الحديث. فإذا أخذ المؤمنون بكلام الله عز وجل وأحبوا كلام الله عز وجل وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه فقد كانوا حقا من المتقين. الخصلة الثالثة: القناعة بالقليل. أن يقنع المؤمن بما أعطاه الله عز وجل من الخير الكثير، لأن كل ما يأتي من قبل الله عز وجل من رزق وفضل وصحة وعلم وتقوى وحسن خلق كل ذلك من فضل الله عز وجل. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والاستعداد ليوم الرحيل بمعنى أن المؤمن يعلم علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين أنه يوما من الأيام سيلقى الله عز وجل في الآخرة وسيجازيه الله عز وجل بما قدم من الأعمال الصالحة خيرا وإحسانا. يقول الإمام مالك رحمه الله لما كان في مرض موته وسأله بعض الجلساء المقربين منه قال له: كيف نجدك الآن؟ يعني كيف صحت؟ واش تبقي شوية لباس؟ فرفع رأسه قليلا وفتح عينيه الكريمتين وقال: أما ما أبشركم به أن غدا يوم القيامة ستجدون من رحمات الله وفضله وكرمه ما ليس في الحسبان. أي أن المؤمن مبشر بالخير دائما وأبدا، سواء كان في الدنيا أو كان عند الاحتضار أو كان في القبر أو كان في يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. المؤمن التقي صاحب الخلق العظيم لا خوف عليه في حياته ولا خوف عليه عند موته ولا خوف عليه في قبره ولا خوف عليه يوم لقاء ربه. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أي الذين خافوا الله عز وجل، وكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خوف عليه ولا حزن عليه يوم القيامة ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بشارة القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. في الوقت الذي يخاف فيه المؤمن كيف يلقى الله، ويخاف من ذنوبه ويخاف من تقصيره في حق الله وفي حق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوقن أنه بانقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، تبشره الملائكة من قبل الرب الكريم جل جلاله، يرسلهم الله عز وجل إلى عبده المؤمن التقي صاحب الخلق العظيم وصاحب الخلق الكريم الذي أثنى عمره في قوله: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتاب من الذنوب والخطايا واستغفر الله عز وجل وظن بالله ظنا حسنا. تقول له الملائكة: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ما تخاف من غضب الله وما تخاف من عقاب الله. الله عز وجل أرسلنا إليك لنبشرك بأن مقامك عند الله في مقام الصالحين المقبولين عند الله عز وجل. فيقول العبد المؤمن: ها أنا قد نجوت وها أنا قد فزت، فما بال أولادي من بعدي من بعد موتي؟ كيفاش غيكون أولادي والعيلة ديالي من بعد موت؟ فتقول له الملائكة: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يعني ما تخاف لا انت ولا اولاد اذا كانوا مؤمنين وعلى طريق رسول الله مولانا صلى الله عليه وسلم وكانوا موحدين. يعني اذا خلى المؤمن الاولاد ديالو في طاعه الله وفي عقيده الاسلام، يعني ان يكونوا موحدين، ان يقولوا لا اله الا الله محمد
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تركه المؤمن على ملة الإسلام الله سبحانه وتعالى يتولى أمرهم من بعد أبيهم وأمهم. الله سبحانه وتعالى يتولى المؤمنين ويتولى أولاد الصالحين من بعد آبائهم وأمهاتهم. يعني الله سبحانه وتعالى توليه لعبد المؤمن، كيف؟ أن الله سبحانه وتعالى يوفقه للعمل الصالح وللثبات التام على دين الإسلام حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. فتوفاه الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الله سبحانه وتعالى يبشرهم بمغفرة، يبشرهم بالرضا، يبشرهم بمحو السيئات، ويبشرهم بأن تلك السيئات قد بدلها حسنات بفضله وكرمه. كل هذا من فضل الله عز وجل على المؤمنين المتقين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. يعني الأغلبية ديال الناس اللي غادي يدخلوا الجنة يوم القيامة إن شاء الله بسبب الخوف من الله سبحانه وتعالى وحسن الخلق. معنى حسن الخلق أن تكون معاملتهم بعضهم البعض معاملة طيبة كريمة حسنة، أن تكون المعاملة بينهم كما وصفه الله عز وجل من أواخر سورة الفتح رحماء بينهم. يعني أن تكون المعاملة طيبة، أن يكون الصدق، أن يكون الوفاء، أن يكون حسن الاحترام لكافة الناس. هذا هو قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سمع أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يوم القيامة سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأعلى والمؤمنون يقولون في الجنة، هذا الصحابي الجليل خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: سلني أدعو الله عز وجل أن يعطيك ما شئت. الصحابي الجليل كان من المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكتم محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقوى أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحبك يا رسول الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلني أعطيك. يعني سلني على شهادة أنا أنت الله سبحانه وتعالى استهديتها. فقال الصحابي الجليل: يا رسول الله، أفي الأمر مهلة؟ ممكن يا رسول الله نفكر في الأمر، شنو غادي نسول؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ذلك، أي يعني أنت مخير. فلما أصبح الصحابي الجليل وصلى صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه وهو يبتسم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم رضا عنه، فقال له: أفكرت؟ يعني فكرت في السؤال؟ فقال له: يا رسول الله، أجل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدعو الله لك بما شئت. يعني غادي يقول الله سبحانه وتعالى يعطيك من غيره. فقال الصحابي الجليل: يا رسول الله، أدعو الله عز وجل أن يجعلني رفيقك في الجنة. بالله سبحانه وتعالى اجعلني رفيقك في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ هل تقول شي حاجة؟ فقال: هو ذاك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله وبكثرة السجود، ولا يزال لسانك ربا بذكر الله عز وجل. أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله قد استجاب له الدعاء. انظروا إلى همة الصحابة الصالحين رضوان الله عليهم، كيف يفكرون وكيف يغنمون وكيف يسارعون في الخيرات بالقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي المعلوم اسمه النعيمان رضي الله عنه، وكان يمشي بين الصحابة وهو معروف عندهم أنه محب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا كلهم رضوان الله عليهم محبون لله ومحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبون للخير، غير أنه يتفاوتون في المحبة وفي التقوى وفي حسن الخلق. فقد رضي الله عنهم أجمعين، المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، أعطى لهم الله عز وجل هذه المكانة، مكانة الرضا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يعذب منهم أحدا، لا في الدنيا ولا في الدين ولا في الآخرة.
ونحن مطالبون اليوم إخوة الإيمان أن نكون من أهل حسن الخلق لنفوز كما فاز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فاز جميع المصلحون في الدنيا، وكما فاز الأوائل من أهل التقوى. قال الله تبارك وتعالى ثناء على المؤمنين: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. جعلني الله وإياكم من المهتدين، وجعلني وإياكم من أهل الخير ومن أهل التقوى ومن حسن الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات البينات والذكر الحكيم، وأجرني وإياكم من عذاب مهين، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.